السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح نستخدم جهاز رسم على الخشب. زي ما انتم شايفين هذا هو، طبعا أنا ولا مرة استعملته يعني، وراح أجربه حاليا قدامكم أمام الكاميرا. اشتريت هاي قطعة الخشب، أتوقع حكا 5 شيكل أو 4 ريال هيك شيء، خفيفة جدا وراح نجرب عليها. بس نفتحه أول. طيب هاي الأشياء اللي عنا اللي هي اللي بترسم يعني راح تكون حامية مشان تعرف تحرك على الخشب، وهذول هني موجودات هون. أنا سألتهم أني أحسن إشي اللي أرسم فيها، حكولي هاي، بس بعرفش، ممكن أجربين كلياتهم قدامكم، بعرفش. أما راح أجرب هاي في البداية. وهيك ثبتها، فبس ضايل انه نحطه في الكهرباء ونشوف. هاي قاعدة لإله عشان لأنه يبقى حامي، فبنحطه هيك هيك عشان ما يجيش على هون. راح أرسم إشي بسيط يعني، مش إشي معقد، لأني راح أجرب يعني بالتالي، وممكن يزبط ممكن لا، مش عارفة يعني، راح نجرب. المفروض إنه راح يكون شوي يعني كأني برسم بقلم، بس ممكن يكون الإشي أكثر صعوبة بشوي يعني، بجوز لأنه حرق يعني، بيشتغل على الحرق، مش ممكن، لازم أستنى، ممكن ما بعرف صراحة. هسه بنجرب بس يسخن أو نحطه بالكهرباء أول. بدي أحاول أرسم ورود، فهو بلش يعني، بجوز شكله بعده مش حامي على الآخر، بس خليني زي وكأني أعلم أو أني أحدد شو بدي أرسم. الخشب لأنه فيه شوية تعرجات تحس إنه في شي سلاسة، بس إن شاء الله بزبطهم. طبعا أنا بستناش عليه قاعدة يعني، إنه المفروض إنه لازم أمشي شوي شوي عشان يحرك منيح، بس حاليا لأني بدي أحدد شو قاعدة برسم بسرعة. اكتشفت انه المفضل اني مرة واحدة اسوي، مش اني اضل ارجع على الاشياء اللي عملتها، احسن يعني استنوه عبين ما يبقى حامي منيح مشان تشتغلوا فيه، افضل لانه زي اللي شايفي بضل في خطوط يعني مش حلو، فلو يبقى صافي افضل. شيوا مو ناكو كوتو ديكيتسو
今は恋しい私の声消えたことみんな喜んだみんな私の言葉を嫌ってるから私の声さようならあの山の先の深く眠る湖に行ってしまう人の心傷つける悲しい言葉を口にしたくないと泣き言ってしまった。الإشي اللي مش منيح فيه إنه هذا كلياته بيولع، يعني هذا كلياته مكان حار، يعني حتى وأنا هسه قاعدة يعني سرحانة وقاعدة بسوي اللي هو كلياته انحرك من هون ومن هون. ليش؟ لأنه طب بهاي الجزئية وهاي الجزئية، مش عارفة شو الفايدة إنه كلياته هذا ينحرك، يعني مفروض بس هاي، يمكن في أجهزة أحسن من هذا بعرفش، بس هذا الكيتو يعني في المحل وانا ما عنديش خبرة فيهن، بس انتوا انتبهوا، يعني مثلا اذا بدكم تشتروا منه احكوا لهم انه بس تبكي هاي الجزئية اللي هي تولع مش كلياته. اصلا هذا كله على الفاضي، مش عارف امسكه منيح حتى بسبب هذا كله.私の声消えたことみんな喜んだみんな私の言葉を嫌ってるから私の声さようならあの山の先の深く眠る湖に行ってしまう人の心傷つける悲しい言葉を口にしたくないと泣き言ってしまった。
今は恋しい私の声消えたことみんな喜んだみんな私の言葉を嫌ってるから私の声さようならあの山の先の深く眠る湖に行ってしまう人の心傷つける悲しい言葉を口にしたくないと泣き言ってしまった「ご機嫌はいかが」「ありふれたやりとりが今は恋しい」「私の声消えたことみんな」وهاي هي النتيجة النهائية. صراحة يعني فيه حسنات وفيه سيئات, ممتع يعني, حتى حابة إنه يبكي عندي أخرى خشب من هذا عشان إني أرسم أشياء ثانية, أجرب مثلا أنيمي وهيك أشياء. رح أشوف يعني فيديوهات ثانية إني أرسم فيه لأنه عن جد كثير كثير ممتع. بس الإشي اللي ما أعجبني فيه إنه كل هاي الشك في كلياتها يعني حارة وبقدرش إني أطب فيها نفس الوقت. يعني إذا أنا بكرب هيك على يعني بدي أعمل فوكس أو تركيز بيحرك البقية, يعني زي هون انحرك هون انحرك. ف يعني هاي هي الشغلة اللي شوي أزعجتني. اثنين يعني مش كثير حسيت إني أنا مرتاحة بالرسم, شوي إيدي بتوجعني لأني بشد عليه. أما هاي أول تجربة وحاسستها يعني حلوة الحمد لله. يعني بالإمكان أنها تصير أفضل طبعا مع التظليل مع كثير شغلات, ولكن حاليا خلصت في بالغرض. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا المقطع ولو القليل, وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله, ومع السلامة.